السلام عليكم الخوت، كما كتشوفوا مؤخرا الدجال ينض على موقع التواصل الاجتماعي لحقاش لحت واحد التحدي اللي نشرت واحد التحدي على موقع التواصل الاجتماعي كنتحدى فيه ريكو فيرهوفن بطل العالم في رياضه الكيك بوكسين، ولقى اقبال بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقبلوه المغاربه نظرا للهزائم المتتاليه للمغاربه ضد ريكو. بغاوني بانني ندير شي حاجه، ومؤخرا الصدى ديال هذا التحدي انتشر في جميع انحاء اوروبا وانحاء العالم، وبزاف في الديار الهولنديه في مسقط راس ديال ريكو. ودابا الخوت المانجر ديالي في هولندا هو والزوجه ديالو اتصلوا بمنظمه الجلوري، عندي لكم واحد الخبر اللي هو مزيان، اتصلوا بمنظمه الجلوري ولقاو بان الخبر كاين ديجا عند منظمه الجلوري، واكدوا لهم بان كاين رونديفو قريب باش غادي يتلاقى المانجر ديالي مع البريزيدون ديال الجلوري. هادشي ماشي ضحكه الخوت، ها هي النمره كاينه، وانا غادي نسمعكم فيديو، غنسمعكم الاوديو تسجيل مكالمه هاتفيه ما بين المانجر ديالي والزوجه ديالو مع لا سكرتير ديال الجلوري، واكدوا لهم بان الخبر ديجا عندهم ووصلهم الصدى ديال التحدي، وبحال ولا غتكون شي حاجه ان شاء الله، وبحال ولا يكونوا شي اربعه ولا خمسه ديال النزالات قبل ما نتلاقى مع ريكو. هادشي اخوتي ماشي هضره، واقع. هانتوما سمعوا المكالمه، واللي كيفهم الهولنديه يترجم لكم هادشي. غنطلق لكم الفيديو وسمع. كنصوني بهم دابا قبل التليفون باش نشوف. اي خد ميدا في سبريك مات مفرح. اي ايك بفراخ اسمي نير كريم ايزر ايرجا Ja, die is aanwezig, maar die zit in een meeting. Die zit in de meeting, maakt niet uit. We willen graag een afspraak maken met hem over, het gaat over Hicham Mellouli, die Marokkaanse kampioen, die van Marokko. Oké. Okay. Ik weet niet of je daar iets hebt over gehoord. Ja, ik weet wel. Ja, we willen graag een afspraak met hem. هي ولا اخرها نصبرك من بعد قالت لها راه اتصلنا بكم على ود هشام مللولي وكذا، وهذه وهذه التحدي اللي نشر ضد ريكو وكذا، واش عندكم اخبار؟ قالت لها يا عندنا الاخبار، راكم سمع شوف شو غادي ترجم لكم. المهم نكمل لكم الاوديو. جولي معاك. اوكي يا دات كان الاوبرباسيس اش يلي ميلنا كريم ابستارتش سي سي ام جي ام تي دوت كوم. يا ام اند دان كومن سو سبودي فون ري باي تريغ. اس غود سالفن زيكر دون. اوكي اس غود. Bedankt, goedemiddag. Graag gedaan, tot ziens, doei. كما سمعتوا الخوت قالت لها يعني خاصو يتلاقى، خاصكم رونديفو مع البريزيدون، الخبر ديجا عندنا في الجلوري، خاصكم رونديفو مع البريزيدون. اذا المانجر ديالي قريب ان شاء الله غادي يتلاقى بالبريزيدون ديال الجلوري، وغتكون شي حاجه ان شاء الله تقدر تكون فيها شي اربعه ولا خمسه ديال المقابلات قبل المقابله والمواجهه ديال ريكو. عندنا الخوت اللي بغيت نوصل لكم هادشي كامل، كبروا بولد بلادكم، علاش كتبقاو طيحوا بولد البلاد؟ شنو بغيتونا؟ بغيتونا نمشيو لبلاد اخرى نديروا شي حاجه عاد؟ انتم تبقاو تقولوا والله الا مغربي ولد البلاد، تنسمحوا في البلاد نمشيو لبلاد اخرى، نسمحوا في البوليس، نسمحوا في كل شيء، ما بقيت باغي تلعب مع هاد البلاد، وانا نمشي بحالي عاد بدل ما يعجبوا الحال، كبروا اصاحبي بولد بلادكم، حنا الديفو اللي فينا خايب ان كنطيحوا ببعضياتنا. تنوليو تحت الصباط اللي جا كيصدم علينا، اما كلشي كون كنا كنكبروا ببعضياتنا، الكره المغاربه ما نعرف فين وصلوا. كاع اي مغربي كيخوي البلاد كيمشي لبلاد اخرى كيعطيوها قيمه وكيدير شي حاجه، علاش؟ اذا الخلل عندنا مشكل هنا في البلاد وفي الشعب ديال هاد البلاد هادي، اذا خاصنا حنا نبقاو نكبروا بعضياتنا صاحبي. علاش؟ علاش هاد ريكو هذا عنده 17 يد 17 رجل، حنا عندنا غير يد وحده، راه صافي جوج اليدين جوج ديال الرجلين، راه اي واحد رياضي كيفهم هاد الشيء راه كتدخل يقولك بنادم لا الملولي، نقدر نكون ناقص تكنيك، نقدر نكون ناقص شي حاجه، ولكن انا مقاتل عندي نفس ديال الرجال، انا مغربي دمي حار ومقاتل، دخلت الكومبا وحش. يعني عندي واحد 10 شهور 8 شهور 6 شهور ديال البريباراسيون، راه نبان لك واحد اخر، ما تشوفش الهشام مللولي ديال دابا، نقدر نكون ناقص في شي حوايج، ولكن راه عندي لا كونديسيون فيزيك، عندي بزاف ديال الحوايج اللي ما عندش واحد اخرين، كتلقى ابطال العالم اصاحبي بجلوري ما عارفين كرشوا قد هكا وتلقاه بطل داخل، راكم عارفين على من كنهضر، واش بنادم بكرش قد هكا وكتقول لي فين هي المقومات ديال البطل، اللي كاركتيرستيك ديال البطل فين هي؟ ما كاينينش اصاحبي، حنا عندنا المقومات ديال البطل. كاين لا كونديسيون فيزيك، كاين لو كور، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين لا سوبليس، كاين كدا، إذن شنو خاصني؟ نتحك واحد شويه نخدم. راه ماشي غادي نجي وغادي، ماشي اي واحد خلق معلم، راه غادي ضروري غادي تكون بريباراسيون، غادي يكون ايكيب، غادي تكون بزاف داي، تيكون بزاف ديال الحوايج، شكون ماكله كذا كذا، لونطريمون راه الاعتكاف غادي يولي، راه لونطريمون والنعاس الدق والسكات جوج المرات ثلاثه في النهار، راه بريباراسيون غتكون شي حاجه، وما خاص بنادم ما يكونش هكا صاحبي. علاش كتبقاو تعطيو قيمه للبراني؟ اش كيعطينا حنا البراني؟ واش حنا البراني كيكبر بينا باش نكبروا به؟ كبروا بعضياتكم اصاحبي، هزوا بولاد البلاد، شنو بغيتو يمشيو بلاد اخرى؟ صافي ما بغيتش يبقى مغربي يمشي، تنقول لكم ما بقيتش باغي يمشي مغربي صافي،
حنا كنبغيو ولاد البلاد، باغي نعطيو ولاد البلاد اصاحبي، دعموا ولاد بلادكم، شجعوا ولاد البلاد، الحمد لله هي الامه. كون ما كانش انا في يدي، علاش اي واحد ما ناتش هضر في العالم كامل في الكره الارضيه مغير الملولي؟ حيت عندي شي حاجه. واش ناتش دجاغي هكاك؟ ما ناتش دجاغي هكاك، عارف اني انني انا كومبيتون، كنتريني، راه ستا دي سانتيور نوار 27 عام ديال لونترون، ونمشي لاي بلاد تشدني تشد فيا بعشرات اليدين. دراري لا صاحبي، كبروا ببعضياتكم اصاحبي، شنو خاسرين نتوما؟ حنا عارفين ريكو بطل، وعارفين ريكو وحش، وعارفين كل شيء، كبروا بولد بلادكم، مالكم نتوما؟ انفخوها، سير الملولي ودخلوا عندك قولوا واعر عليك وكذا وهادي، هاني شنو غيوقع كاع؟ تاني ما كيحملنيش يقدمني يقول له سير دير كذا فعل، خليني ناكل لاصا. واش انا جو كل لاصا صاحبي النفس ديالي الرجل بربي لا تحرك نموت انا وياه. عاد كيجيو شي وحدين عاد كيبان لهم التحدي كدا، انت مغربي وانا مغربي غندير معاك التحدي، شنو غنستافدو اصاحبي؟ نقتلك ولا تقتلني شنو غنستافدو؟ راه ما نستافدو حتى شي لعبه اصاحبي، بالعكس انا مغربي وانت مغربي، اجي عندي باش تقولي كنتحداك الملولي طيح بيا، انا ربحتك ولا ربحتيني من بعد والو، كنطيحو ببعضياتنا، كما انا كنتحدى ريكو جيت انت تقولي الملولي انا كنتحدى ريكو، برافو عليك ولد البلاد، سير اخويا نخدم معاك لا تكنيك كدا لعيبات اجي نبريباريو كدا، هادي هادو هما الرجال ديال البلاد اصاحبي، ماشي شي كيطيح بشي، حتى الفوقاش غادي نبقاو هكا صافي 2021 هادي، واش ما بغيتوش تعيقوا؟ ها؟ وبهم كيعرقها دو بوان وكيعرقها جوانات كيبقى يبان له واقيلا ريكو هو كودزيلا كيجيب لك الله صافي راه ريكو هو ما نعرف، راه ماشي ما نعرف، راه ماشي هو الواعر، ونصيفط له ميساج عاوتاني ريكو يو ار نوت ذا بيست، يو ار نوت ذا كينغ. اي ام ذا مونستر صافي يلاه انا كنت هلو بلونغلي عاوتاني هذا الدري سيرو صافي خليوها طالعه صاحبي يقولوا اه ملولي واعر نجيب هاد الكومبا فين توصل كاع ترجلوا صاحبي كونوا رجال كبروا بولاد بلادكم ونكبروا بعضياتنا صاحبي ان شاء الله اقسم بالله راه ماشي انا بوحدي تنكون واقف خدام ريكو 40 مليون مغربي اقسم بالله تنطيحوا زائد انا مسلم مغربي ودمي حار والله لا ربح ان شاء الله بجهد الله كونوا في شكل صاحبي واش نمشيو لشي بلاد اخرى كيكبروا بينا عا انتوما تبقاو تقولوا الملولي راه مغربي وزيروا معنا اصاحبي وتحياتي لاي واحد وتحياتي الاشقاء الجزائريين حتى هما اللي كيكبروا بينا تحياتي الاشقاء الجزائريين اللي كيعطيونا قيمه وكيكبروا بينا وتحياتي للمغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره وان شاء الله ما يكون غير خير تحياتي لكم